يحصل تغيير للجنة أمن ولجنة مسجد، ولا يحدث تغيير إلى صحيفة إعلامية، لأن زي ما ذكر أخ الكباشي القصة هي متاحة، بيبقى ما عندنا إلا نتسلح نحن بسلاح المنطق والفكر، ونحن كدعاء وكأصحاب رسالة من الإعلاميين ومن المعلمين نوصل رسالتنا لطلابنا، نوصل رسالتنا للآباء وإلى الأمهات، وهم يشيلوا معانا الشيلة. وأنا أفتكر يا جماعة السودان بخير، أنا بأكد لكم للمرة الثانية السودان بخير، لكن لا بد أن نستمر في تحصيننا عشان نتحصن، لازم نذكر بعضنا، ودي واحدة من الجلسات تحت التذكير عشان نذكر بعضنا، عشان نذكر أبنائنا، عشان نذكر المصلين، عشان نذكر أخواننا عبر الصحف وعبر القنوات الفضائية، ونقول لهم نأكد للمرة الثانية أن السودان بخير. إخواني الحاجة الثانية وأطمنكم، لن تحدث فتنة طائفية في السودان أصلا، والله السودان محصن من أي فتنة طائفية، أنا أطمنكم عليها. أكان أخواننا في السلفية أو أخواننا السنيين أو أخواننا في الصوفية، أنا بأكد لكم تماما أن السودان محصن من الفتنة الطائفية ولن تحدث. سعوا الناس كثير جدا عشان يحدث هذه وفشلت، وحتفشل مرات ومرات بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر، ونحن نطمن الناس على ذلك. الأمر الثاني، أنا أفتكر يا جماعة الحتة بتاعت النشاط الطلابي ذكرها الأخ مصطفى مدير التعليم، هي قرار في الأساس وفي الثانوي، والآن هي موجودة فيها التربية الوطنية وفيها الجمعيات الأدبية وفي كل شتى المناحي اللي بتنقص طلابنا وتفتح أفاق طلابنا الآن بقت متاحة. لكن بنقول لأخواننا في إدارة التعليم أشركوا معاكم الدعاء، وأشركوا معاكم المفكرين، وأشركوا معاكم قادة الإعلام أنهم يكونوا مشاركين في الحصص دي وفي المدارس. ونفتكر الشهر القادم والشهر الجاري والقادم، نفتكر شهرين حقات فكر لطلابنا ديل، كلنا نشارك معاهم وما نبخل عليهم يا إخواننا، لأنه نجي نقعد معاهم نصف ساعة أو 45 دقيقة من الحضور جميعا يعني في كل مدارس الموجودة في أحيانا المختلفة. التحية لكم، والتحية لهذه الجلسة، والتحية لأصحاب المبادرات وأنا في النشاط الطلابي، وأنا بأكد لكم المرة